أمجد بيه. مين؟ مقدم كريم زلط أمن وطني. أمور حضرتك راجل مشغول وأنا مش عايز أعطلك. في حاجة؟ درويش. درويش مين؟ درويش عبد رب. الإرهاب اللي البلد كلها بتتكلم عنه اليومين دول؟ يعني حضرتك ما تعرفوش بشكل شخصي؟ واحد زي يعرف واحد إرهابي ليه؟ يعني ما كنتش عاوز تهربه؟ هربه؟ بلاش تهربه، كنت عايز تقتله. حضرت الظابط خلي بالك من كلامك كويس. شكلنا هنطول مع بعض. مفيش مشكلة، بلاش درويش، فهيم. ايه عرفتك؟ لقيتها نايمة، قعدت جنبها شوية قلت يمكن تصحى بس خفت ازعجها. انت مش هتروحي ولا ايه؟ لا مش هينفع، كنت بروح اليومين اللي فاتوا عشان هي ما كانتش في وعيها، بس دلوقتي لازم افضل معاها. قولي صحيح، هو مفيش حد من الداخلية يكلمك النهاردة؟ هيكلموني ليه؟ عشان موضوع القبض على درويش. مفيش حد يكلمني، بس أكيد لو وصلوا لحاجة هيقولوا يعني. طيب أنا كنت بفكر أكلم أشرف بكرة على أساس يعني إن أنا أقوله على موضوع الفايل اللي على التاب، ويمكن هما يعرفوا يفتحوه فنبقى عرفنا إيه اللي بيحصل. تمام. فهيم ده مجرد مخلصاتي بالنسبة لي، راجل يعرف مين ياخد كام ويعمل ايه. الله، ده فساد رجال اعمال بقى طلع بجد. طبعا بجد، يعني مخك راح فين ولا دماغك وديتك فين؟ شكلك تعرفه من زمان عشان تأمنه على الشغل ده من تحت الترابيزة. أعرفه من زمان لكن أأمنه دي لأ. بس كان لازم أستعين بواحد زي ده بعد ما رجعت من السفر. ولما هو حلو كده ما عينتوش عندك ليه في الشركة يعني؟ ما عينتوش علشان ما يجيش واحد زي حضرتك يسألني الأسئلة اللي أنت بتسألها دي. على إذنك. أنا مش فاهم بقى اللي عمل إيه يا صاحبي؟ الكرسي مش واثق من ولا خليفة وإمكانياته. إزاي بس مش واثق في خليفة؟ ده أنا واثق في خليفة زي كده ما تقول ثقة المدربين بتوع الكورة في لعيب حريف، بس لازم يجيله مزاج عشان يلعب. ربنا يعدل مزاجك يا خليفة وترجع سالم غانم يا رب. يا رب. يا ابني يا ابني شاط صلصة وشاط شطة كده توصى، ما تشحش ايدك. يلا عناية يا كبير. اتفضل. اتفضل. ألف شكر. الله 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 الله. ايه هو انت؟ ايه انت؟ ولا انت مش انت؟ ولا انا بيستهيألي؟ لا بيستهيألك انا مش. لا انت ورحمة سيدي البليبن. انت سيدك مين البليبن يا ابني؟ يا ابني مش انا يا ابني. انت ايه الشمس سياح دماغك ولا ايه؟ اه والله الشمس. لا شمس ايه، احنا بالليل. وانا تاه عنك، انت عم صابر صح؟ عم صابر. طبعا عمك صابر. لا طبعا عمك صابر. انت عم صابر، عم الواد صابر صاحبي. ها صبوره. ايوه صبوره. صبوره. انا عم صبوره. ايوه ده انا مربيه وهو طفل رضيع. بس صبوره ما كانش طفل رضيع. يا سلام، وما كان ايه ده نزل زي البغل كده وقاموا مقشرين امه من عليه. يا انت ايه يا انت بتغلط في ف ف ف ام صابر؟ لا والله والله العظيم ما اقصد، اقسم بالله. خلاص يا صاحبي والله ما اقصد. ايوه يا جدعان اسف، والله ما اقصد. ايوه يا جدعان تغلط في ام صابر. طب حقك اخويا، حقك عليا، حقك عليا، انا استاهل ضرب الجزمه والحساب عندي. ايه حس كده بقى، اعمل لي طبق دبل الدبل وكتر المكرونه. المهله اللي ادهنا الوزير فات عليها 24 ساعه. كده هنلبس العمله اللي عملناها.
والوزير هيتغير في اول تعديل وزاري. والله كنت بحبه. كنت بحبه. مش عايز تبقى نهايته على ايدي. عارف ايه اللي يغص في الموضوع؟ ان كل ما تزنق حد فيهم يقول لك والله انا مش فاهم انت بتتكلم عن ايه. زي ما تكون اسطوانه وكلهم حفظوها سوا. بقول لك ايه؟ انا ايه بند قانون الارهاب هاخده وهلم كل العالم الوسخه دي وهدي عطل على باطل جامد. طب وبعد ما تدي عطل على باطل هتعمل بيهم ايه وتلمهم ليه؟ يا عم فهمني، اللي زي امجد الديب او ادهم القصاص او حتى حازم درغام دول مش هفاءات، هيعرفوا يطلعوا منها زي الشعره من العجينه وهيقلبوا الدنيا. والمشكله كمان مفيش اي حاجه عليهم. طول ما هم بره كده احسن بكتير. طول ما هم بره يبقوا تحت ضغط، ومع الضغط كل حركه بغلطه، وده في مصلحتنا احنا. بس شطارتنا نفضل محافظين عليهم تحت عينينا. مفيش وقت، مفيش وقت. كل اللي بتحكي فيه ده، احنا لو اتهبدنا بلاغ تاني زي بتاع الدرويش ده هنلبس طرح، هنتلم كلنا وهنقف في 60 داهيه. اقول لك على احساسي بس ما تتريقش عليا. انا حاسس اللي اسمه درويش دوت هو اللي عامل البلاغ الاخير بنفسه. راجل تفتكر؟ اه افتكر. الراجل ده كل شويه بيثبت انه ذكي جدا. هي الحركه الاخيره دي ممكن تبقى عامله زي بالونه اختبار. عايز تشوف القضيه اتقفلت ولا احنا لسه وراها ولا لا، ولا ايه اللي بيحصل؟ شكلك مش مصدقني. شويه مهز رجلك كده فكر. ده اللي انت مركز فيه. معلش انا اسف يا ست المقدم. اتفضل فكر تاني. الو. عملت ايه؟ في ايه؟ في اللي مخوفك. مفيش جديد. انا بقى عندي جديد. عم فاضل. اهلا يا فؤاد. مالك؟ لونك مخطوف كده ليه يا علي؟ انت ليه ما قلتليش؟ ما قلتلكش ايه؟ ما قلتلكش اني درويش ولا ما قلتلكش اني اتقبض عليا؟ انا مش فاهم. انت قلت لي زمان انك هربت من السجن عشان انت كنت مظلوم. طب ودلوقتي؟ برضه مظلوم. مظلوم ازاي وانت متهم بالصور في تفجير موكب الوزير وارهابه؟ كله ظلم والله العظيم. ثلاثة كله ظلم. تعال فؤاد، تعال اطلع معايا فوق، انا هفهمك على كل حاجه. تعال يا ابني، تعال. ادي كل حكايته فؤاد. ويعلم ربنا، شوف يعلم ربنا فؤاد، ان ما حد سمعها من اولها لاخرها على بعضها كده غيرك انت. طب وبعدين يا عم فضل؟ ولا اقول لك عم درويش؟ قالوا لنا زمان اللي يخاف من العفريت يطلع له، وانت عشت عمرك كله ما بتخافش. بس فضل ما بقاش عفريت. فضل رجع تاني عايز زي زيك موجود في الحياه. احنا اللي ممكن نخليه موجود، واحنا كمان اللي ممكن نخليه عفريت. وانت عملتها زمان. انت مسحت اي ورقه ليها علاقه بظهير الملاح. النهارده ممكن تتخلص من فضل بنفس الطريقه، نفس الفكره، نفس اللي عملته زمان هتعمله تاني. انت محتاج تمسح فضل من على وش الدنيا وتحوله لعفريت. ساعتها مش هيفضل غير الارهابي اللي اسمه درويش. ومهما عمل عمر ما حد هيصدق ان العفريت موجود.